اليوم. من فترة وعدتكم انه رح اخذكم بكل التفاصيل تأتيت بيتي الجديد بدبي، فمشان كده حبيت اوريكم اربعة افكار من خلالها حولت شيء بسيط كثير لشيء فخم. لو حابين تشوفوا كل التفاصيل تابعوا الفيديو للاخير. بس حبايبي عشان تدعموني اكثر ما تنسوا لايك للفيديو، حطوا لايك لايك لايك، وكمان تشتركوا بالقناة بالضغط على زر سبسكرايب اللي موجود تحت. بلا ما اطول عليكم خلينا نبلش. اول شيء رح اغيره ببيتي هو هاي الخزانه، شكلها مبطل بس حابه اضيف عليها تويست. اللي رح اسويه رح اغير الاقفال باللون الفضي للون الذهبي. الاقفال باللون الذهبي ممكن تلاقوهم بايكيا، في عندهم الوان واشكال وانواع. رح اغيره بهذه الطريقه، يعني طريقه صراحه كتير بسيطه. اذا ما عندكم هذا الشيء اللي استخدمته ممكن تستخدموا السكينه. وترى هذا هو الشكل النهائي بعد ما سوينا حركة بسيطة، طلعت الخزانة فخمة كتير، ولا ايش رأيكم؟ كمان حابة اكلمكم عن الشيء اللي صرت بستخدمه الفترة الاخيرة، وهو فواحة الزيوت العطرية من ايرويك. كتير حبيت لانه بيستخدموا الزيوت الطبيعية، وعلى فكرة هذا الزيت طبيعي بسنت اللافندر، انا كتير بحب اللافندر. فتحطيه بالجهاز وبعدين تسكريه، وحتى ممكن يعني تقدرين تتحكمين بالريحة، ممكن تحطين اكثر او اقل على حسب مزاجك. واللي حبيته اكثر بالجهاز انه تقنية مبتكرة بتحول الزيوت العطرية يعني الطبيعية لدفعات ردات خفيفة لطيفة زي ما انتم شايفين، بتخلي البيت ريحته تجنن. او ماي جاد، كمان بتعدل المزاج. بالنسبة لهذا الشيء كتير مهم بما انه بشتغل بالبيت، وحتى يعني لو عندي ضيوف واشياء زي كده، فحلو بيتنا يكون فريش وريحته تجنن. فكرة تانية، رح نحتاج لسبراي ذهبي، كوفي تيبل او شيء يعني ديكور او هيك شيء. فانا رح اسبغ بس هذا الجزء، رح ارشه باللون الذهبي. حبيته يكون ابيض عشان اللون يطلع حلو. زي ما انتم عارفين انه اللون الجولد صار كتير ترندي الحين في البيوت، وكمان بيعطي فخامة اكتر لأي قطعة. سو رح اسوي كذا رشة على الكوفي تيبل، وما بين رشة ورشة رح استنى دقيقتين عشان يطلع شكل حلو، ورح خليها لمدة ليلة كاملة عشان ينشف السبراي. وترى هذا هو شكلها النهائي، طلع يجنن. ايش رأيكم؟ الفكرة الثالثة، رح نحتاج لأقفال ذهبية، رح تلاقوهم بأيكيا، قطعة من الرخام ممكن تلاقوها بأي مكان. رح أحدد المكان اللي رح أحط فيها الأقفال زي كده، بعدين رح ألزقهم بالجلو. زي ما انتم شايفين هذا بينشف بسرعة، ولازم تنتبهوا ما يتلزق بيدكم، لأنه أنا تلزق بيدي. وبس رح نحطه بهالطريقة، رح خليه ينشف. بعد دقيقتين بينشف، يعني بينشف بسرعة، ممكن تلاقوهم بالسوبر ماركت. وترى هذا هو الشكل النهائي، كتير حبيت. ممكن تحطوا فيها ديكورات، اكسسوريز، اللي يعجبكم. هاي الفانيتي اشتريتها اونلاين، لما وصلتني للبيت اتخضيت، او ماي جاد، فحبيت اضيف عليها تويست، ما عجبتنيش ابدا. اللي سويته انه الاقفال اللي شلتها بالخزانه في بدايه الفيديو رشيت عليها الجولد سبراي، وهيك حطيتها بهاي الفانيتي. رح تشوفوا شكلها صار احلى بكتير. ايش رايكم؟ الفكره الاخيره، رح نحتاج لورق الماربل، هي نفس الفانيتي بلون ابيض، بس حبيت انه اضيف عليها ورق الماربل، يعني رح يطلع شكلها كانها رخام. اول شيء طبعا رح اقيس الورق على الفانيتي عشان يعطيني شكل نوعا ما بيرفكت. رح اقصها من الجهتين زي ما انتم شايفين. هالمرحلة بتكون صعبة شوي، فلازم تنتبهوا لما نلصق الورق على الطاولة، لازم لكم شيء يا كارت يا مسطرة عشان تسوون هالحركة زي ما انتم شايفين، لانه في بابلز بيطلعوا فما بيعطينا شكل حقيقي. فمشان كده سويت هالحركة عشان يطلع الشكل حقيقي نوعا ما ويكون بيرفكت. صراحة أنا كتير حبيت وفخورة بنفسي إنه سويت هالأشياء ببيتي. شوفوا شكلها يجنن. بليز حبايبي اكتبوا لي كومنت تحت أي من الأفكار عجبتكم أكتر. هذا هو الشكل النهائي تقريبا لهذا الكورنر ببيتي. لسه ما خلصتش، لازم أضيف شوية آرت وورك، وحتى الكرسي لازم أغيره. بس المهم، بليز حبايبي لو عجبكم الفيديو حطوا لايك، اشتركوا بالقناة، أشوفكم في الفيديو الجاي. باي.